تتحدث عن عشرات الجنسيات جاءت لتشجع فرقها في البلد. ويعني هناك نعلم أن الشعب القطري يحب السفر كثيرا، يعني كما هي باقي الشعوب الخليجية، ولكن هناك بعض الطبقات وبعض يعني نقدر نقول السن أيضا، يعني مش كل الأطفال أو الكبار السن أو كذا يسافرون مثل الشباب. فأنت أتيت بالعالم للقطريين في مكان واحد، تعلموا منهم، تبادلوا الثقافات، يعني عرفوا أهمية تعلم اللغات، كيف يتعاملون مع الثقافات المختلفة. هذا التمازج وهذا التعارف بين شعوب العالم يؤدي إلى يعني رقي الشعب القطري وفهمه أن هناك يعني ثقافات أخرى، هناك طرق أخرى للتفكير، أيا كان، سواء كان التفكير جيدا أو سيئا، ولكن يحصل شيء من التبادل الثقافي والحضاري والمجتمعي بين المجتمعات. هناك طبعا أهداف رياضية وصحية، لا شك أن مثل هذا المونديال في بلد زي قطر، والشعوب تعلم أن الشعوب الخليجية شعوب يعني إلى حد ما تخلد إلى الراحة وعدم الحركة، والحركة بالسيارات وعدم المشي وعدم الحركة وعدم الرياضة، وهناك مستويات بدانة عالية جدا في عند الشعوب الخليجية. أنت لما تأتي بمثل هؤلاء الرياضيين ويرى الشعب بكل طبقاته من الأطفال والنساء والرجال، هؤلاء الرياضيين يعني يمشون في الشوارع ويلعبون ويجرون، وكيف يعني تكون طاقتهم عالية، هذا يعني يؤدي إلى تشجيع الناس إلى ممارسة الرياضة، وهذا يرفع مستوى صحة الشعب ويقلل الإنفاق على الخدمات الصحية في الدولة. هناك أهداف ربما يعني بعض الناس يعني لا تخطر ببال أحد، ولكنها أهداف ومكتوبة وتسعى إليها الدولة وتتحقق، وقد تحققت في رأيي.